ولذلك قراءتي صميمه ان شاء الله. ولذلك تسمح لي اخرج لان انا لا استطيع ان اتحمل البقاء على الاقل هذه الجلسه الى ان تحل الامور بطريقه اللي ترى. قررت المحكمه اخراجه من القاعه. انا اقول اخراجه. انا اطلع. لا تقول انت عراقي. العراقي يحترم الكبير بالسن. انا 35 سنه اقودكم وتقول اخرجوه. يا عيب عليك. اني قاضي. يا عيب عليك. اني قاضي وانت متهم. اني قاضي وانت متهم واخللت بنظام الجلسه. لا تقول اخلال فظيع بنظام الجلسه. اني اطبق القانون. القاضي يطبق القانون. انا طلبت اخرج بارادتي. القاضي اداته القانون يطبق القانون. لو ما اخللت بنظام الجلسه استمريت بهذا. القاضي ما اتخذ الاجراء. القاضي ما اتخذ الاجراء. انا حكيت معك بالقانون ولم تسمع. تريد الخروج؟ رجل المحكمه يخرجك من القاعه. لا تخرج. انا اخرجك من القاعه. القاضي. لا تقل انا او اي شخص اخر. لا تقول على صدام. طبق بحقك نص القانون. 40 سنه قائدك. طبق بحقك نص القانون. لا لا وفي انت رجل كبير بالعمر ولا يعني ما احب.